يرجى اخواني اخواتي دعم الفيديو بلايك حتى يصل الى اكثر عدد من الناس. مبدئيا نبارك للاخت، حقيقة نبارك للاخت شيخ الماجد على الافراج. الحمد لله افرج عن الاخت شيخ الماجد. الحمد لله ان هناك كانت هناك هبه شيعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان هناك تاثير. هذا الفيديو اخواني اخواتي راح انقل كلام لشخص حقيقه اعتذر لانني ما اعرف اسمه، شخص من الناشطين، اعتقد هو شخص شيعي، يقارن بين فعل الاخت عفوا شيخ الماجد وداعيه سلفي يستهزئ بمعتقدات الشيعه. اخواني اخواتي مثل ما قلت يرجى دعم الفيديو بلايك حتى ينتشر اكثر واكثر. فقط كملاحظه راح اخلي المقطع الصوتي، او عفوا راح اخلي كلام الداعي الوهابي ان شاء الله بمقطع صوتي بقناه خواطر فكريه الاحتياطيه، او راح اخليه بالتليجرام وانتم فقط راسلوني انا ارسلكم، لان ما اقدر اعطي حجه للوهابيه وما اعطيهم فرصه حتى يبلغون على قناتي. فالاخ يبين الفرق بين شخص سلفي يدعو الى من؟ الى قتل واستهزاء والاستهزاء والسخرية من المذهب الشيعي الموجود كأخوة للمذهب السني في البحرين، يدعو إلى الاستهزاء والسخرية. فهذا الشخص يغض النظر عنه وكأنما لم يتكلم بشيء، بينما الأخت شيخ الماجد تتكلم عن فضائل الإمام الحسين عليه السلام، وتتكلم عن التجربة التي تخصها أو التي عفوا مرت بها في كربلاء المقدسة يتم اعتقالها. فالأخ يقارن، وإن شاء الله راح نستمع إلى كلامه، وفي امان الله. الداعيه اللي قاعد يدعي المسلمين الى الاسلام. طبعا شفت فيديو حق زياني انه اشتكى عليه، واشتكى على مجموعه من النشطاء، وانا بعد اشتكى عليه، بس لاني توني واصل وفاتح المسج شفت يعني الاحضاريه الالكترونيه، فعرفت انه ما في غير هو. فاول شيء يعني انت حين طالع ويعني اتخلط على النشطاء، يعني عميتهم كلهم اكثر من فيديو راح احط لكم، وتسميهم خوارج وطالعين على ولاة الامر. ايش دراك احنا يعني خوارج وطالعين على ولاة الامر؟ شلون يعني احنا طالعين على ولاة الامر؟ ترى في فرق بين الحكومة والحاكم، في فرق لما يعني وزير ما تبين غلط عليه ولا تبين غلط على الحكومة. ما حد غلط، ترى احنا ننتقد عمل الوزير وليس شخصه، هذه شيء. وهذه طبعا ما أعطاه الدستور في حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، ما حد تجاوز القانون. أما أنت ياي ما تبي أحد يتكلم، وإذا أحد رد عليك راح تشتكيت، فإحنا ما عندنا مشكلة. إحنا بعد ان شاء الله بنروح ونقدم شكوى عليك على الاخطاء والاغلاط اللي قلتها علينا وعميتها، هذه شيء. اثنين يعني لما نشوف هني الصوره اللي هو طالع فيها او الشلحه اللي لابسها، يعني هذه انا ما قد شفت شيخ دين او داعيه يلبس هاللون. ليش؟ يلبسون صح يقصرون، بس مو بكذي. شوفه بسم الله والصلاة والسلام. يعني هذه سؤال لك يا الداعية، انت الحين لما تركع عورتك بتطلع، يعني اذا في احد يصلي وراك بيشوف عورتك، بمعنى بيشوفون عزقتك. هذه احد يلبسه ليركبك، شلون يعني بتركع؟ هذا شيء يعني ما اعرف ايش هذول، ولا انت مستانس بهالشالحة هذه؟ خلنا نكمل. يعني احنا نشوف مثلا على موضوع شيخة شو اسم هذه الماجد، يعني طلعت شفت فيديوهاتها، انا لا مدافع ولا ضد ولا مع، ولكن شفت فيديوهاتها وشفت ان في ذباب دش عليها يقول لها عمر رضي الله عنه عمر، قالت لهم انا بعد قولوا لي شيخة رضي الله عنها. فهي قد تكون ناس تقول يعني ما غلطات وناس تقول غلطات، ولكن سرعة الإجراء من جهات المعينة بسرعة خذوها ووقفوها. الآن بطرح لكم فيديو
لا هو يعني هو طالع الآن ويتكلم على أساس أن أنا بالقي الناس كلها وأنا الصح، ما بقى أحد، لا شيخ دين قلطة لا ناشط قلطة، بس هو الصح، وكأن معينينا يعني ولاة الأمر تعال دافع عنه ولا تخلي أحد يتكلم. هاي طبعا خطأ ولا يطلع له الكلام دي، ولكن الآن يمكن النيابة ما شافت الفيديوهات ماله، يمكن الجرائم الإلكترونية ما شافت، لكن أنا بعرض لكم فيديو يعني يضرب شريحة كاملة في المجتمع. أنا بعد ما احتلف وأدو الريال قاعد يضرب الطائفة الشيعية ومعتقداتها. أنت يا رجل يعني داعية روح ادعي في بلد غير مسلم، لكن احنا كلنا مسلمين ترى، أنت الآن تخلط على طائفة كاملة زين وعلى معتقداتهم، أنت شلك فيهم؟ كل واحد معتقده، أنت خليك هلون الحين زين صلى الله سلام 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 سلام، أنت بروحك ما بعرف تقولها صلى الله سلام صلى الله، قولها عادي الأول بعدين روح ادعي الناس. أنا أول مرة واحد يطلع يقول أنا داعية وأنا أنت ما حد يعرفك أصلا، ما حد يدري عنك. شوفوا الفيديو هذه الحين بحطه أنا، ريال يغلط على طائفة كاملة، المفروض يتم يعني إذا ما شافوا النيابة ولا الجرائم كحن نعرضه، وإذا لازم يشتكون أنا بشتكي عليه لأنه غلط على طائفة كاملة وغلط على النشطاء وغلط على شيوخ الدين ومهدود، يعني أحد راضي عليه اللون يعني يثير الفتنة. ليش يعني يثير الفتنة ذي وهدينا؟ يلا تفضلوا تشوفوا.